وإلى بوليوود، وفي مقابلة خاصة لصباح العربية قال الممثلان هيثري كروشان ويامي جوتام أبطال فيلم كابيل أن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها أو تعرض فيها السينما الهندية فيلما يكون فيه الأبطال مكفوفين. كما صرحا أن التجربة كانت مميزة جدا لأنها جعلتهما يكتشفان عالما آخر يعيش معهم. الزميلة هلا قنديل التقت النجمين، ولكن هذه المرة أكيد وهما مبصرين. نتابع. كانت أدواركم في فيلم كابيل كمكفوفين، حدثوني أكثر عن الفيلم. هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها السينما الهندية فيلما يحكي قصة كفيفين يقعان في الحب، وهذا أمر جميل ومميز جدا، وهو يحمل على عاتقنا الكثير من المسؤولية لما يتوقعه العديد منا، ولهذا عملنا بكل جهد وأخلاص لكي نأتيكم بعمل من القلب ويعجب الجمهور. العمل على هذا الفيلم كان بالنسبة لنا مغامرة شيقة وتجربة مميزة حقا. التجربة كانت شبيهة بالأفعوانية، حيث تشعر بالخوف عند النظر إليها، لكنها حقا كانت ممتعة. ما هي الصعوبات التي واجهتكم أثناء تمثيل الفيلم؟ I think we can say at the same time the dance. أعتقد أن كلانا متفقان على هذه الإجابة. أصعب لقطة صورناها كمكفوفين كانت فقرة الرقص، لأنه كان علينا أن نرقص دون أن نرى أين نخطو، وفي نفس الوقت كان يجب أن تكون الخطوات متوافقة ومتناسقة مع بعضنا البعض. لذا أول سؤال خطر على ذهننا هو هل حتى هذا ممكن؟ هذا السؤال جعلنا نكتشف عالما آخر يعيش معنا، وفي الواقع نحن من لا يرى وليس لدينا أي علم عن من يعيش في هذا العالم وما هي قدراتهم وما يمكنهم فعله. لذا نحن في هذا الفيلم أردنا من الناس أن تسأل وتبحث في هذا العالم. يعني حدثينا عن تجربتك في العمل مع روشان. أعتقد أنني من سيجاوب على هذا السؤال. هي تقول أنني كنت ملهمها، ولكن علي أن أقول لكم يامي هي من ألهمتني. رأيت من خلال تجربتي معها كفنانة أنها غير خائفة من أن تستكشف وترغب في التعلم. في كل لحظة أو لقطة عند التمثيل كنت أرى في عينيها التساؤل والبحث عن الجواب، وعندما تجد ضالتها ترى السحر في عينيها وكأنما وجدت كنزا. أنت تزور دبي دوماً،
ما هي أفضل ذكرى أو أجمل ذكرى لديك هنا؟ دبي is my favorite place. دبي هي مدينتي المفضلة، هي قريبة من بلدي وهي بالنسبة لي بلدي الثاني. أنا أزور دبي على الأقل مرتين في السنة مع أولادي، وفي كل مرة أعتقد أننا ذهبنا إلى كل مكان ممكن في المدينة، إلا أن هناك دوما المزيد والجديد، الأكل والناس وكل شيء. أحب دبي وأولادي يحبونها أكثر. حب الناس هنا لممثلي بوليوود وهتافاتهم عند رؤيتنا إنه حقا رائع، وهذا ما يجعل من دبي مدينة حقا مميزة. كيف تتعامل مع معجبيك من البنات؟ أريد أن أبادلهم بالمثل بكل تأكيد، فأنا أحبهم جميعا وأشكرهم على محبتهم لي، هذا فخر لي ولفريق العمل. هو متواضع دوما عندما يسأل هذا السؤال، لكن عليك أن تتقبل هذا الإطراء فأنت تستحقه. في عندكم رسالة توجهها لمعجبيكم العرب؟ شكراً. شكرا على هذا الحب، لا أعرف ما الذي فعلته لأستحق كل هذا الحب والتقدير، وأتمنى إذا استمريت في عملي أن أكون دوما عند حسن ظنكم بي. دبي مدينة مليئة بأشخاص ذو قلوب كبيرة، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها هذا القدر من المحبة. شكرا. Say hi.